أبي، هل تتذكر صديقتي رباب؟ تلك التي كانت تحضر معي دروس العلم. رباب؟ ابنة صانع السروج؟ نعم أتذكرها، ماذا جرى لها؟ إنها بخير، تريد أن تراني، فهل تسمح لي أن أستقبلها في البيت؟ بكل تأكيد، أصدقاء الطفولة تكون دائماً لهم مكانة خاصة. شكراً لك يا أبي. يا وديدة، أمرك يا سيدي. أعد اليوم طعاماً مميزاً للغداء، فسلمى تنتظر ضيفة لها. ضيفة؟ رباب، رأيتها في السوق وأبي وافق أن أدعوها إلى البيت. إنها لا تحبك، كانت دائماً تغار منك وتحسدك على مهاراتك في الدراسة. يا وديدة، قولي كلمة طيبة أو اصمتي. أصمت إذن. هذا ليس عدلاً. كيف تجرؤ؟ إني أطلب حقي. اخفض صوتك أولاً. لن أخفضه. ما الذي يجري هنا؟ هذه قاعة المحكمة يا سادة، ليست سوقاً. لماذا يصرخ هذا الرجل يا زرزور؟ يريد أن يقتحم المحكمة يا سيدي. أنا؟ لا تكن كاذباً أيها الحاجب. حدثني أنا، لماذا تريد أن تدخل المحكمة بالقوة؟ معاذ الله يا سيدي، كل ما في الأمر أنني أنتظر منذ أيام ولا يأتي دوري أبداً. هل هذا صحيح يا زرزور؟ عفواً يا سيدي، إن قضيته بسيطة، سرق حذاؤه من أمام المسجد، وعندنا قضايا أهم. ومن أعطاك هذا الحق لكي تحدد أهمية القضايا وأولوية نظرها؟ كنت أحاول الاجتهاد في عملي. إذن أخصم لك راتب يوم مقابل الاجتهاد في العمل، وإياك أن تكررها. القضايا تنظر بأولوية تقديمها للمحكمة أياً كان نوعها، فهمت؟ هذه الأرض فقط هي الحديقة؟ نعم، ألا تعجبك؟ أراها صغيرة جداً. كيف تتحرك قوافل الجمال والخيول في داخلها؟ قوافل جمال وخيول؟ ما حاجتنا إليها؟ ألا يتحرك قاضي القضاء في موكب يتقدمه الحرس والخيالة وهو جالس على هودجه العالي؟ ربما هذا ما يحدث في الحكايات الشعبية وليس في بيت أبي. أتريدين أن تخبريني أن القاضي يسير وحده دون خدم أو حرس؟ من يطبق العدل ويتقي الله في كل أموره لا يحتاج إلى حرس. هيا هيا لنرى مهرات قمر. انتظري، لا أستطيع اللحاق بك. كيف تلحقين بي وأنت مقيدة بكل هذا الحديد؟ حديد؟ إنها جواهر ثمينة ونادرة. وما الفائدة منها؟ يجب أن تتزين الفتاة قدر ما تستطيع. سلمى، أنت غريبة الأطوار. كان يوماً مرهقاً للغاية. هل كنت تنظرين في 10 قضايا مثلي؟ بل أصعب من ذلك. كيف؟ كنت أجالس رباب، صديقة الطفولة، وأحتمل غرورها. نزيد أن أخبرك بأن أباها أصبح شيخ السروجية ويورد سروج الخيل لقصر الخليفة وللجيش وللشرطة. لهذا السبب ترتدي طنا من الذهب والجواهر. ألا تودين أن تكون لديك حلي مثلها؟ لا يا أبي، الثراء الشديد يغير من خلق الإنسان وطباعه إلى الأسوأ. هذه ليست قاعدة. كانت امرأة فرعون أغنى نساء عصرها وأعلاهن قدراً، أي تملك كل أسباب القوة والغرور، لكنها كانت مثلاً في التواضع والخلق الحسن. كيف هذا يا أبي؟ احكي لي قصتها. كانت الملكة آسيا بنت المزاحم أهم شخصية نسائية في عصرها، ليس فقط لأنها امرأة الفرعون، ولكن لأن جد جدها كان هو الآخر فرعون مصر في زمن سيدنا يوسف عليه السلام، وهكذا اكتسب الفرعون بزواجه بها شرعية وقوة. هل أحضرتم الطعام والمتاع الذي سنوزعه على الفقراء؟ نعم يا مولاتي، كل شيء معد. الموكب ينتظر إشارة التحرك يا مولاتي.
لم أطلب موكباً، لا أريد أن أتباهى يا بتاح. مولاتي، هذه دواعي أمنية. لا أرى لها ضرورة. أرجوك يا مولاتي، الحرس لازمون لسلامتك. أنت تكفي لإخافة جيش بأسره، مر بقية الجنود بالانصراف. أمرك يا صاحبة الجلالة، انصراف. وأنت يا تيتي، مر الجواري بالبقاء هنا، ستأتين أنت فقط لخدمة الأميرة إيستنفرت. سمعا وطاعة يا مولاتي. أين يقيم هؤلاء الفقراء يا أمي؟ هم في كل مكان يا صغيرتي خارج حدود هذا القصر. كيف؟ أنا لم أرهم من قبل. يجب علينا دائماً أن نتخلص من الحرس والأتباع حتى نرى الصورة على حقيقتها. هامان، كنت أنتظرك. لا أريد أن أفسد متعة مولاي في الاستماع إلى الموسيقى. تكلم، ما الأخبار؟ كل خير يا مولاي. كيف يأتي الخير وعلى أرض من يعبد إلهاً غيري؟ لم يبقى من أتباع النبي الذي يدعى يوسف إلا رجل واحد. هذا الرجل الواحد قد يصبح جيشاً من الرجال إذا تركناه. معك الحق يا مولاي، ولهذا أحضرت لك رأسه في هذا الصندوق. أحسنت يا هامان، الآن أستطيع أن أطمئن على ملكي وألوهيتي. مولاي، هناك خبر آخر قد لا يسعدك سماعه. ما هو؟ زوجتكم جلالة الملكة آسيا أعطت لكل فقير قطعتين من الذهب. حسناً، وأنا أعلن اليوم ضرائب جديدة، 3 قطع من الذهب للاحتفال بعيد جلوس الملك الإله. لا لا لا، النار من حولي، أين الماء؟ أطفئ الحريق، أطفئ الحريق. اهدأ يا زوجي، أنت بخير، لقد كان مجرد حلم. بل قولي كابوس، ماذا رأيت؟ رأيت ناراً شديدة تأتي من بيت المقدس وتقترب من مصر، كانت تحرق كل شيء، الحقول والقصور والمعابد. أمر مخيف حقاً. الشيء العجيب أن النار كانت تترك البيوت الفقيرة التي يعيش فيها بنو إسرائيل. ربما هذه النار تشير إلى الضرائب الجديدة التي لا يستطيع أحد أن يتحملها. الضرائب ضرورة لخير البلاد والعباد. ماذا أكلت في العشاء يا فرعون؟ لا شيء تقريبا، مجرد خروف مشوي وبضع دجاجات. ما رأيته في نومك هو من أثر كثرة الطعام قبل النوم. أقول لك خروف واحد. لا لا لا، يجب أن أستشير العرافين. الساحر إيبنخت من أعظم العرافين وعلماء الفلك، وله دراية واسعة بتفسير الأحلام. هل هو نائم؟ بل يركز تفكيره قبل أن يفسر حلم جلالتكم يا مولاي. هل أنتظر كثيراً؟ لا تتعجل، ما هو محتوم يا سيدي. لم أفهم شيئاً. سيولد غلام من بني إسرائيل، وسيكون هلاك أهل مصر وهلاك الفرعون أيضاً على يديه. ما دام السحرة كلهم أجمعوا على نفس التفسير، علينا أن نحاول منع ذلك قدر ما نستطيع. بل يجب أن نمنعه، ولو قتلنا كل أطفال بني إسرائيل. أوه يا حبيبي يا ولدي، تماسكي يا زهار، هذا أمر الله. بل أمر الفرعون الظالم يا رحيل. اخفضي صوتك، أتوسل إليك. لو كنا نستطيع الرحيل عن هذه الأرض. إلى أين يا كلثوم يا ابنتي؟ هذه أرض خير وبركة، ثم ما يدرينا
أننا لن نجد طغاةً وظالمين في كل أرض. الظالم الذي نعرفه أفضل من الذي لا نعرفه. أنتم تقولون هذا لأنكم لم تكتهوا بالنار مثلي. لقد ذبح ولدي أمام عيني وهو رضيع. من؟ الملكة آسيا؟ أهلا بك يا صاحبة الجلالة. لابد أن أمرا خطيرا دعاك إلى الحضور فجأة إلى قاعة العرش. أريد أن أتحدث معك منفردين. لينصرف الجميع. بعد إذن مولاي الملك ومولاة الملكة. ما هذا يا حبيبتي؟ هل الموضوع عاجل إلى هذا الحد؟ نعم، إنه موضوع حياة أو موت. خيراً. هل أمرت بقتل كل من يولد من ذكور بني إسرائيل؟ نعم، هذه ضرورة يفرضها أمن مصر واستقرار البلاد. أي استقرار في قتل الصغار؟ سيخرج من بينهم من يقوض حكمي ويهلكني. من قال لك هذا؟ العرافون والسحرة. وهل العرافون والسحرة يحكمون مصر الآن؟ الحكم ليس من شأنك يا زوجتي الحبيبة. أعرف أنك أنت الفرعون، ولكني أذكرك بأن أجدادي بنوا حضارة عظيمة وتركوا آثاراً لن يمحوها الزمن بسبب عدلهم وحكمتهم. الملكة آسيا تعلمني أصول الحكم. بل أحذرك من غضب الحليم. ماذا تقصدين؟ هؤلاء الناس البسطاء من بني إسرائيل يعيشون خدماً لنا، كل ما يحلمون به لقمة عيش لأولادهم، فإذا قتلت أولادهم قضيت على آمالهم. كلام مقنع، ولكن كيف أتراجع عن قراري؟ الواثق من نفسه يتراجع عن الخطأ. لا لا لا، ستضيع هيبتي كحاكم. ربما يمكنني أن أتراجع عن نصف القرار. كيف هذا؟ سأقتل أولادهم في عام وأعفو عنهم في العام التالي. هل تعتقد أن هذا هو الحل؟ هو حل يحفظ كرامة الفرعون ولا يحرمنا من الخدم. ومر عام المسامحة الذي ولد فيه نبي الله هارون عليه السلام من أبيه عمران وأمه يوكابت. وفي العام التالي كان لزاماً على الحراس قتل كل الذكور من أبناء بني إسرائيل. وأنجبت السيدة يوكابت في هذا العام طفلاً يشع وجهه بالنور، هو موسى عليه السلام. أمي، لا أريد أن يذبح أخي موسى، ليأخذوني للذبح بدلاً منه. حماكم الله يا كلثوم. اطمئني يا صغيرتي ولا تبكي، لقد سمعت في منامي صوتاً جليلاً يخبرني كيف أتصرف. هل سيعيش أخي موسى؟ أرجو هذا، من يدري. اذهبي الآن إلى جارنا النجار حيزقيل، هل تعرفين بيته؟ نعم، أعرفه جيداً. اطلبي منه صندوقاً صغيراً في حجم ذراع اليد، محكم البناء، لا ينفذ الماء إليه. هل سنحزم أمتعتنا للرحيل؟ افعلي ما أطلبه منك دون مناقشة، وسأشرح لك فيما بعد. شكراً أيتها الملكة الطيبة على حضورك اليوم بيننا. وعلى الهدايا والطعام الطيب. هذا واجبي وأقل من الواجب. كيف حالكم الآن؟ على أحسن ما يكون بفضل رعايتك لنا يا مولاتي. في عام المسامحة أنجبت ذكراً بدلاً من الذي قتل، والسيدة يوكابت زوجة الرائع عمران أنجبت صبياً مثل القمر اسمه هارون. ليبارك الإله لكم في أولادكم. ونتمنى لك أيضاً يا مولاتي أن تنعمي بإنجاب الأولاد مثلنا. هل تقبل مولاتي أن تتواضع وتشاركنا الطعام؟ نعم، بكل سرور. ما الذي قلته يا زهار؟ لينقطع لسان المتعجل، لقد نسيت أنها لا تنجب الذكور.
لا يوجد أحد الآن. يمكنك أن تجذبي الحبل. عندما يصل الصندوق إلى الشاطئ سأرضع الصغير، واستمري أنت في مراقبة الطريق. أمرك يا أمي. أمسكت بك. أنا ماذا بك يا كلثوم؟ كنت أمزح معك. أمي، جارتنا رحيل جاءت لزيارتك. رحيل، أهلا بك. كنت أشعر بضيق وحزن، وأعرف أنك خير من يواسي الناس ويخفف عنه. هذا من ذوقك. بل إنها الحقيقة. يكابد، لماذا تنظرين ناحية النهر؟ أبدا لا شيء. هل أجد عندك شيئا من الطعام؟ بكل تأكيد سأحضره لك. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله العظيم. هل أفلت الصندوق منها؟ نعم، هذا ما حدث. وماذا جرى بعد ذلك؟ جرت أشياء عديدة وعجيبة، تحتاج إلى وقت طويل كي أرويها لك. تريد أن تذهب للنوم؟ لقد تأخر الوقت كثيرا يا سلمى. على أن تحكي لي غدا ما جرى لنبي الله موسى وأمه وأخته وامرأة فرعون. سأروي لك في الغد إن شاء الله. تصبحين على خير.